أبلغ لاعب فريق باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا زميله لاعب فريق برشلونة ليونيل ميسي بوجهته المستقبلية. ورغم انتقال المهاجم البرازيلي إلى حديقة الأمراء قادما من الكامب نو في الصيف الماضي، إلا أنه مرتبط بإمكانية الرحيل في نهاية الموسم الحالي، ويتطلع النادي الملكي إلى الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في موسم الانتقالات الصيفي المقبل. وذكرت شبكة دون بلون الإسبانية أن نيمار تواصل مع ميسي في الفترة الأخيرة، وأبلغه بالفريق الذي ربما ينتقل إلى صفوفه في الصيف القادم. وأشارت إلى أن نيمار لا يرغب في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو، بل أنه يخطط للانتقال إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد. وأفادت الشبكة أن المدرب جوزيه مورينيو يتمنى الحصول على خدمات لاعب البلوجران السابق رغم صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الأمراء الفرنسيين.